لقاء جمع رئيس كتلة تيار الإصلاح الوطني في مجلس النواب مع شرائح مختلفة من المواطنين في محافظة ميسان، وكرس اللقاء من أجل تشجيع الأهالي على المشاركة الواسعة في الانتخابات كونها الركيزة الأساسية في العملية الديمقراطية وبناء النظام السياسي. تناولنا محاور عدة، كان المحور الأهم هو التركيز على المشاركة في الانتخابات. رأينا إقبال شديد من قبل الحاضرين على المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات المقبلة، لوعيهم الكبير بما تمثله العملية السياسية وما تمثله الانتخابات من عصب لهذه العملية السياسية، مستعدين للمشاركة للإدلاء برأيهم وأصواتهم ويختارون من يمثلهم في هذه الانتخابات ليكون ممثلا عنهم في مجلس النواب. وأكد المواطنون على أهمية هذه اللقاءات من أجل تعزيز حالة الوعي لدى الأهالي بأهمية العملية الانتخابية واختيار الأصلح من بين المرشحين من أجل تحقيق مصلحة البلاد. احنا يجب علينا نكون ننتخب الرجل الصالح وكون يعني نحث الناس للانتخابات، لا نبقى قاعدين ببيوتنا وننتخب الرجل الصالح للشعب. ما نخلي ناسنا قاعده ببيوتها وما تنتخب، لازم نحث الناس قبل الانتخابات. لابد من ان نختار الناس المخلصين والنزيهين لاجل نقل معاناه محافظه ميسان، هذه المحافظه المحرومه، الى الحكومه الاتحاديه. فلا بد ان اعطانا صوتنا للناس، ان نعرف الرجل كفو ومخلص. ويأتي ذلك في إطار العمل المتواصل من قبل مكتب تيار الإصلاح الوطني في ميسان لإنجاح العملية الانتخابية. المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية من قبل مختلف شرائح المجتمع واختيار المرشحين القادرين على خدمة أبناء المحافظة هو ما تركز عليه هذه اللقاءات. أحمد السدخان، قناة بلادي، ميسان.